منطقة بريادي فجر اليوم بإشراف اللواء جمال طاهر مدير شرطة محافظة كركوك وبقيادة العميد خطاب عمر مدير شؤون أفواج طوارئ شرطة كركوك. وأسفرت العملية التي نفذت بعد ورود معلومات استخباراتية واستحصال موافقة قاضي التحقيق عن اعتقال 31 مشتبها به، وذلك لعدم امتلاكهم المستمسكات الثبوتية، فضلا عن أنهم قد سكنوا كركوك دون الحصول على الموافقات الأصولية. هذا وتم تسليم المعتقلين إلى المركز المختص لإجراء التحقيق اللازم معهم وتأكد من عدم ارتكابهم جرائم في مناطق سكنهم الأصلية، فضلا عن التأكد من أنهم غير ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية. كشف مدير دائرة الطرق والجسور في كركوك قاسم حمزة البياتي عن أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير جسر الشهداء بلغت 60%، مؤكدا أن العمل في المشروع مستمر وجاري في الوقت الحاضر. مدير طرق وجسور كركوك أكد أن جسر الشهداء وحال اكتماله سيضيف مسحة جمالية كونه يعتمد في تصميمه على الحضارة والجمال معا. إلى ذلك أعلن المهندس المشرف على مشروع جسر آزادي أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 30%، مؤكدا أن الموعد المقرر للانتهاء من أعمال الجسر هو الشهر الثالث من العام المقبل. تشهد مدينة كركوك أعمال تنفيذ جسري الشهداء وآزادي، وهي من المشاريع الاستراتيجية للمحافظة التي تم تأجيل تنفيذها من عام 2013، لكن إصرار إدارة المحافظة على المضي بالإعمار والنهوض بواقع المحافظة الخدمي دفع كوادر مديرية طرق وجسور كركوك للإسراع بتنفيذ هذه المشاريع. نحن في مديرية طرق وجسور كركوك يعني عندما نضع خطة المشاريع الاستراتيجية لكل سنة من السنوات، فبالتأكيد نضع يعني مشاريع جسور للمحافظة لحاجة المحافظة وخاصة مدينة كركوك الذي يعني يخترقها النهر الخاصة ويجعلها بين صوبين. فبالتأكيد نتيجة للكثافة المرورية وتواجد الأحياء السكنية على ضفتي الصوبين، فتم يعني إقرار مشروعين لإنشاء جسرين على نهر الخاصة ضمن خطة 2014. فبالتأكيد هذا يعني الخطة عندما توضع يعني تهتم بها إدارة المحافظة، وخاصة السيد المحافظ يعني أصر على أن ينفذ هذا المشروعين وخاصة جسر أزادي خلال 2013، كان مؤجل من 2012 إلى 2013. فبالتالي اختارينا شركتين جيدتين لهما أعمال مماثلة في بناء الجسور. بلغت نسبة إنجاز جسر الشهداء أكثر من 60%، وتصميم هذا الجسر يتناسب مع الطراز المعماري لقلعة كركوك الأثرية. أما بالنسبة لجسر آزادي، كانت أولى أعماله رفع الممر القديم وتأسيس دعامات أساسية للجسر الجديد الذي وصلت نسبة الإنجاز فيها ل 30% حسب المهندس المشرف على المشروع، حيث أن جسر آزادي ذات ممرين ذهاب وإياب بعدة فضاءات يربط مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة. جسر الشهداء الآن وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر من 60%، وبكلفة كانت يعني بحدود 3,299,000,000 دينار عراقي. هذا الجسر أيضا سوف ندمج به الحداثة مع التراث، والجسر يعني يكون الفضاءات على شكل أخواز، والسياج اللي يكون على شكل بوابة القلعة. أما جسر أزادي اللي تم إحالة المشروع مؤخرا يعني نهاية 2013، وتم المباشرة يعني في الأشهر الماضية، حقيقة كان هناك معبر، فكيف الاستغناء من هذا المعبر القديم؟ أنشأنا تحويله وبنفس مواصفات المعبر القديم لكي لا ينقطع انتقال المواطنين أو حركة السير في هذه المنطقة اللي تشهد كثافة سكانية ومرورية. الشارع القديم كان منسوبة أوطى يعني سبب المجرى المي بالخاصة سبب بلا مشاكل يعني
مجرى السير. بس الجسر ارتفاعه تقريبا معدل الارتفاع 5 امتار وطول اكثر من 250 متر ومعدل ارتفاعه حوالي 5 امتار واكثر واسبانات 11 اسباني. بالمستقبل ما راح يكون عندنا المشاكل. والمرحلة تقريبا هسه احنا 30% مكملين المشروع، يعني المرحلة الركائز والاساسات البايل كرب منتهين منه. حاليا احنا بمرحلة الكولومات وان شاء الله نستمر بالشغلة. وكلفة المشروع تقريبا 7 مليارات وشوية، والمدة مالته 450 يوم. التقدم الحضاري والعمراني للمدن يبدأ بتطوير شبكات الطرق والجسور كونها الشريان الحيوي لعملية التنمية والإعمار. هالغورت حسن، فضائية كركوك. في ملف آخر، أعلنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية